Bah toi, je gère un. Ah ouais? ما خلاهمش يهربوا. السلام عليكم، مرحبا مرة ثانية في تتمة على ما سبق من Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. هذه هي السمية الرسمية لهذه اللعبة، وبلا مقدمات غادي ندوز مباشرة نوريكم المهمات اللي اختاريت لكم في هذا الفيديو. اوكي، كما هو معلوم ومعروف، الحلقة اللي دازت تكبتت بالمعقول في المطار الدولي ديال زاكايف في روسيا، داك الهجمة اللي دارها ماكاروف وبدا كيقتل في عباد الله، وكان ردة فعل هنايا في تايك داون وفي ذا هورنتس نست. يعني كنمشيو للبرازيل الاحياء الصفيحية ديال ريو دي جانيرو، داك المدينة، وكنقلبوا على هذاك اللي زود ماكاروف بالاسلحة. هادشي اللي شفناه في الفيديو اللي داز دابا سيدي، غادي ننتقلوا للمرحلة الثانية في القصة ديال هاد اللعبة، واللي هي الحرب العالمية الثالثة. فري معناتها داك الهجمة اللي دارها ماكاروف راه كتنجح، راه كتسبب الحرب ما بين الميريكان وروسيا. أول مهمة كتلعبها فاش كتكون بدات الحرب هي هاد وولفرينز، ما غاديش نشخدوها ولكن المهم هي كنلمح لكم وصافي. في الفصل الثاني غادي نتخطاو هادشي كامل وغادي نمشيو للفصل الثالث. اول وحده نلعبوها هي سكند سان، هي الشمس الثانيه. وشنو كيقصدوا بها؟ هنايا كتكون روسيا صيفطات واحد الصاروخ نووي على الامريكان في واشنطن وكيتفرقع في السماء، كيضوي على الزمر كامل وكي كيبزع كلش. قال لك اسيدي رالي ويز ذا سيرفايفين تروبس ات ويسكي هوتيل، يعني قال لك غادي تجمع انت وداك القوات اللي نجاو من هذا الانفجار وغادي تمشيو للويسكي هوتيل. ويسكي هوتيل كتعني حرفيا فندق الويسكي، ولكن شنو كيقصدوا به؟ هو البيت الابيض، راه عنده واحد المصطلح اخر ما بين الجنود كيقولوا له ويسكي هوتيل. تو دابا هنا كيقول لك سيدي سير البيت الابيض. علاش؟ ها علاش هاد المهمه اللي تحت منها ناخذوها، هي سميتها ويسكي هوتيل. قال لك اسيست كولونيل مارشال ان ريتيكين ويسكي هوتيل، يعني عاون الكولونيل مارشال باش توليو تسيطروا على البيت الابيض، حيت في هذا الوقت هذا شوف راه الروينه نايضه، كيكونوا القوات ديال روسيا سيطروا على البيت الابيض وخصنا دابا نقتلوهم ونوليو عاوتاني نسيطروا عليه. نهضروا على التفاصيل ملي نبدا، ومور هادي غادي ندوزو لوس اندس. قالك سيدي فايند اند كيل ماكاروف ات هيز سيف هاوس ان ذا كاوكاسوس ماونتينز، قالك القى وقتل ماكاروف في الملاد الامن ديالو، حيت كيكون داك السيف هاوس فيه كيتخبع من السلطات ولا شي حاجه في الكاوكاسوس ماونتينز. هذه المره اللي دازت فاش قريتها ما ركزتش عليها مزيان. الكاوكاسوس ماونتينز هما جبال القوقاز، راه بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا البرامج ولا فايتين كيقراو كتب ديال الجغرافيا ولا شي حاجه، راه كاين سلسله جبال، مثلا جبال الالبس، جبال الهيمالايا، هادو سلسله دايزين على بزاف الدول. كاين جبال الاطلس، ما نساوش المغرب حتى هو، وكاين سلسله جبال القوقاز، هما هادو راهو شادين على جورجيا وروسيا واذربيجان. كاين واحد الدوله سميتها اذربيجان، العاصمه ديالها باكو. المهم هاد ثلاثه المهمات زوينين، حتى الاخرين زوينين، غير انا اختاريت لكم هادو صافي. بغيت نحترم النظام اللي مشينا معاه في الفيديو اللي داز، يعني ثلاثة وتدبا ثلاثة. عندنا سكند سان، ويسكي هوتيل، ولوس اندس، ونتلاح بحالي. يي يلا سيدي سكند سان ريغولوغ عاوتاني. Dagger 2-1, this is Overlord. How
سكند سان داي 5، معناتها هذا اليوم الخامس من اللي بدات الحرب العالمية الثالثة. او دبرتي عليا. بالنسبه للناس اللي ما فهموا حتى شي حاجه شنو وقع، هاد المنظور هذا ديال الرائد الفضاء عطاوه لنا هكا، هاي عطاوه لنا هكا باش نشوفوا الانفجار النووي اللي غادي يوقع في واشنطن. دابا داك النقيطه راه هي اللي كتبان طالعه في وسط الشاشه، هذاك راه ماشي نجمه ولا شي، هذاك راه صاروخ نووي صيفطاتو روسيا على واشنطن. عليه عطينا هذا المنظور باش نشوفوا شحال ديال الدمار غادي يدير. بواط مشات واشنطن. شو على موجة دارت في السماء. بواب سير انا موراكم، سير يلا يلا يلا. ريد ريد حس انفجار نووي كيدير واحد الصعقه كتسمى الكتروماغنيتيك بولز. هاد الصعقه هادي كتسكت الالات كاملين، اي حاجه كتخدم بالبطاريه ولا بالضوء كتسكت. صافي فين هو السارجنت فولي؟ هو لا لا الاخر. سير انا موراكم يلا. السكات فري دابا كلشي طافي، راه داك الساق طفات كلش، ما كاينش شي آلة دابا خدامة ولا الضو خدام. السارجنت فولي من أحسن شخصيات ديال اللعبة، سير أنا موراك يا. هاش العز. هذا معانا. Colonel Marshall's assembling a task force at Whiskey Hotel. You guys need to keep heading north. So where are you going then? Tell everyone else. Get to Whiskey Hotel. Go. سير وقلنا داك المارشال راه كيتسنى كيجمع الجنود باش يمشيو يحرروا داك الويسكي هوتيل، هو زعما البيت الابيض. قلنا سيروا لعندو. سير انا موراكم يلا. كلير اي جات اور 6
سير انا عمرو بعدا مزيان. مسكين تفرك هذا اسكات ستار. اوه قتلو والله لا قتلو. حيد حيد اصحابي. الظلام اصاحبي هنايا وهداك داك الصعقة اصاحبي طفات لنا كلش. اجي اه ما ظن بريسي امك. ها هو هو اضربو معنا الدراري راه الظلام هنايا ضربو ياك يل. هاك واحد الكادو يا عطيني داك القنيبلات هادو قاعد. صافي سير يا هاي بشوية راه قبيلة داك خينا دخل في الباب وقتلوه. هاك وحده شو هذا راه هنا الظلام اصاحبي. وي شالوا لنا شي شمعه ولا شي حاجه. اوف عاد قشعتو مي بزاف خويا راه مفردي واعر في هاد اللعبه بحال الكلاطه. صافي ظلام هنايا خصنا نخرجو لبرا راه ظلام بزاف. ها هنا سيريا فرك مات شال يجوز. واو صافي راني ما عقلش على راسي طفيت هاد النقطة اللي كتكون الريد دوت في الوسط راه شوية صعيبة تجيب فيهم القرطاس. المهم نديباني جو واعر والله الا جو في سيسر. ما ثلاثة ماشي فريندلي. طحن 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 فاني شريش ما هاك طحن مو اوه قنابل 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 عمر تغير. اوه شيت قنبولة ياخ هولي شيت والله الا فرعوني اصاحبي بلوكاتني هاد الطونوبيل. تنتسلت على مول صافي ود الحرام صيفط عليا قنبوله وفاش جاب مورايا وفي اللحظه اللي بغيت انا نهرب عليها لقيت الطونوبيلات مبلوكي لي الطريق. سير يا
the chatter. Ramirez, take point. Okay, sir. الظلام انا سمحوا لنا الدراري على هذه المهمه فيها الظلام ولكن زوين عجبني انا الاتموسفير ديال راه قلت لكم حتى الاخرين زوينين راه غير يعني كيبقى الذوقي الشخصي حيت يعني ما تعرفش المهمات اللي غادي يتفقوا عليهم بزاف الناس وداكشي علاش كنختار داكشي اللي انا شخصيا عجبني صافي خصنا نحلوا الباب واو تشيك اب ذا سيل اون ذيس دور اي ثوت ذا بريزيدنتس بانكر واز اندر ذا ويست وينج. No, that's just for tourists. This must be the real thing. Open it up. Real or not, man, this place is history. They got out in time. Love it. Fino. ويسكي هوتيل داي 5 باش زوينه هاد المهمه تتم مباشره على النقطه اللي وقفنا فيها يعني راه يحرقوا راسهم وفرقوهم بجوج وصدعونا حتى حنايا كان عليهم يديروا مهمه واحده شتا سيريا على عشرة انا نضرب واحد التداويش انا عاد نزيدو هنايا سير يا انا جميع لما نقي شويه هادو اللي في السطوحه باش ما يعصروش علينا بغيت نعرف هاد المغربي هذا كي داير جاب فيا هاد القرطاسه وانا مخبى مورا هاد اللعيبات كنطلع بقشقوش هاد راسي سير انا خلط عليكم غنطيح شي واحد هنا ها هو واحد ماشي خويا ليا شي حاجه ما عنديش حتى السكوب عرفتي نبيع الفولاد ليسر ديالي دابا يعطيونا شي سكوب سير 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 اوه تخبى هنا شيل فوق شيل تحت انا جاي سير 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 ناس الارض هاي الروين الروين سير انا جاي نازلكم بعد هنا هاك ما تنصها طمك هاو هاو ما تقوليش راميريز هاو ما صاحبي في السطوحة هاهوما قتل بعد هادو اللي في السطوحة عاد نتحرك باش ميبقاوش يخويو عليا الشريشمة ديالو اوكي انا جاي سير 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 انا جاي نضربكم الدورة من الطيارة انا نوريكم يعني هاك طفي عليا داك البوله يلا هاك انت انا جاي انا جاي انا جاي حيد 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 من تما حيد حيد ناس الارض هاك
هذيك البساله كامله اللي صحابكم الصباح ما يديروها فينا انا غادي نخويها لكم. حيت انا البساله ديالي ما كتعجبش، عرفتي علاش؟ البساله ديالي فيها الكرناد بحال هكا هكا ونفض امك. هاد الحرام عصروني هنا موت. تبعوا انت يلا انا نوريكم، غندير لكم اللعب ديال، انا نضرب لكم الدوره هنا اللعب ديال العياق. اجي انت طيح، اجي اجي. ها شي البسالة ديالي ما مزياناش، ما كانش عليكم تبسلوا معايا. ها طيح لامك ود الحرام. اوي اي اي فاش كنت كضرب صاحبي يا صاحبي وضرب فين هو؟ ها هو هنا. نعليها شوية. اه راه مدراك ما عندي كي نجيبها فيه. صافي اتخينا هذا مدراك انا ما عرفتش كي ندير نجيبها فيه. المهم ما عليناش. اوف والله الا تكبتات ما كرهتش نلقى داك الاي كي ام اللي كتعجبني. نشوف هادي نو. بغيت الاخرى اللي فيها الكرنات. المهم انديباني وبادي ديالي انت لقيتها عندنا الزه. يلا شنو عندنا هنا؟ هذا البيرو ديال الرئيس حيت رحنا دابا في البيت الابيض. سارجنت فولي وير سارجنت فولي سير انا موراكم يا عمر عمر دغيا عمر. هاو اوف قنبولة قنبولة قنبولة. واعر الفردي والله الا فيه ستابيليتي زوين. انا هول عليه بزاف البلايص اللي فيهم الزحام. موت لامك انت معطوب وكتضرب. هاك يخ قنبولة حيد. فضل امك هاي انتما هاي انتما. زوين الفرد. هاي الاي كي ام مو تصح. الاي كي ام هي كاينه هنا ولكن ما بليش فيها داك قنابل. شوف هابطين من السطوحه. نعس على امكم. صاحبي 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 والله عيلة. ها اللي ما بغيناش هي التبومبا وترجع لك. حيت بعد المرة خصك تركز مزيان. لابسين تقريبا نفس اللبسة ولكن هما فيهم واحد شوية الحمورية. صافي
2 minutes before they flatten the city. We gotta get to the roof and stop them. We got less than 2 minutes. Let's go. Less than 2 minutes. دابا خصنا خصنا صافي شويه ديال التوسع. خصنا دابا نمشيو نطلعوا للسطح ديال هذا البيت الابيض ونضربوا واحد الفلير واحد تشاش. خصنا نضربوه خضر باش نعطيو التلميح لصحابنا ما يفرقعوش. دابا راه صحابهم مازال ما نقيناه، ولكن الا ما قلنا لهم حتى شي حاجه غادي يفرقعوه وغادي يقتلونا حتى حنا معاه. حيد حيد موت. نتوما خصكم قنابل، نتوما الزحام هنايا. يلا ضربوا معنا الدراري بالرجل يقنبولا. شو هاد الزمر هذا فين جاي؟ اوف اوف هاي الزحام. شي كيضرب من هنا، شي كيهرب من هنا. سيريالية. تحرك يلا. هاي خصنا دابا نطلقوا الفلاش. يلا 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 انا معاك. يلا 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 هاكا صافي العز. اي تمارة ويلي تمارة. ابور تاع عباد الله عندك وتفرتكون. صافي دابا راه شافوا الفلير ما تلقوش الصواريخ على البيت الابيض وزلوا كلشي. اذا حنا سيطرنا طبيعي هذا. شو 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 هادو كيبانوش ولا ولا لابسين الخش هنايا. المهم هاد البلاصة اللي رحنا فيها دابا راه جاية على الحدود ديال جورجيا وروسيا في سلسلة جبال القوقاز. قبيلة كنا لاعبين في واشنطن، يعني الحرب العالمية الثالثة شابكة تما عليها غير الدمار وداكشي، ولكن دابا رحنا في جهة ديال روسيا وجورجيا. باش زوينا هاد المهمة غادي نشمو فيها الهواء نقي. شكون هذا؟ اوزون. اوكي وغادي نلعبو مع عشيرنا غوستا. هو غوستا عالم. هنايا خصنا نقلبو على ماكاروف، يعني شكو بلي ماكاروف راه مخبع في هاد الحدود ديال جورجيا وروسيا في واحد السيف هاوس، وخصنا نقلبو عليه ونقتلوه. ما نعتقلوه ما تلعبه، الا بان خصنا نقتلوه. وزيد على هادشي يكون حسن الا خدينا داك البيسي ديالو، فين كيكونوا داك الصفقات وداك المعاملات ديالو وداك الهجمات كاملين اللي دارهم، باش ناخذوا فكره على شنو وقع. ويقدر يكونوا تأدي اللي عندهم علاقه بداكشي اللي فات، يقدر يكون هو حتى هو مشارك فيهم. المهم بزاف د الحوايج. المهم الجانب اللي عجبني بزاف هاد المهمه هو الطبيعه، وهو غوست. غادي نلعبوا مع شيرنا غوست. هاد السلسله ديال مودرن وارفير انا لعبت لحد الان، تعمقت في مودرن وارفير 2 هي هادي، عجبتني لعبتها كامله. وكاينين ثلاثه شخصيات اللي عجبوني فيها، عجبوني بزاف. كاين سارجنت فولي داك عزيزي اللي لعبنا معاه قبيله، هو الرقيب ديال الجروب ديال واشنطن. وعندنا غوست، وكاين كابتن برايس. هاد ثلاثه شخصيات زوينين. صافي مشينا عشران. شكون هذا؟ اوزون. شو 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 الغام يا اخي. اباط ولا امبوش راهما هنا اصاحبي. شو 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 بازوكا بازوكا بازوكا. موت لامك. سموك سموك سموك. سي 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 دغيا. خصنا ندخلو ال خصنا ندخلو الدخان باش ما يقشعوناش.
هو هو عز اوزون ضرب معايا اوزون هو حيت الى خرج على الدخان عطشاني والله اللي ما بغيناش خصني نبقى ندخل ونقصد ونطيخ حق البودا انا لعب عالم خصك تخرج وتقتل وتولي تدخل عاوتاني صافي فين مجمع مي بعدا ندوز لهنايا ها هما شو 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 سير انا جاي انا جاي يخ يخ بواد ما خلاهمش يهربوا دابا راه 10 من الليل صهطوهم قال له هاد الطوموبيلات راه يقدروا يكونوا غير ديكوز قاعد لا تنفض امك دغيا دغيا هاك تكون قاعد يا زوينة الطبيعة بزاف لدرجة غادي نساريكم فيه راه دابا خصني نمشي نديرو بريتش شنو معناتها بريتش هي كتقتحم شي دار راه عندنا ثلاثة نقاط خصنا نديرو لهم بريتش المهم عرفتي شنو كنظن يمكن لي نكمل المهمة إلا مشيت أنا درت بريتش خليهم هما يوقفو تما أنا غادي نساريكم فهاد البليصة راه الطبيعة واعرة ونشوفوها عاد نجي نديرو بريتش حيت من بعد غادي ترون بزاف وغالبا ما يكونش عندنا الوقت نتمنظرو وسمحوا لنا العشره سمحوا لي بزاف حيت هاد لي جرا ما فيهمش تمنظر فيهم ما يقتل ولكن انا كيعجبني نتسهر شوف الجبال هذاك شي زوين يعني هادو هما السلسله ديال جبال القوقاز ها شو كي كتبان هاد البلاصه واعره كتبان واعره لدرجه كاين احتمال نديرها في الثومبنيل هادا كتبان في سرعه العزز الفردي عاوتاني واعره صاحبي الفردي في هاد اللعبه فيه ستابيليتي في سرعه سمعتو الجيران المهم نمشيو دابا نديرو اقتحام لهاد الدار هادي زوين هاد المهم والله الا فسر هو حي صافي شاد هو انا يا 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 اوكي ها هو واحد هنا لا هذا جوست صهاطو جوست راه دخل صهاط هذا سير جوست يلا يلا انا هادي اللوتي هاد البلايصه الا كانت شي حاجه صافي سير انا طالع يا
هو شوف كان كيخرع هنا يمكن اوكي صافي ما كاين حتى لعبه هنايا هادي خصنا نديرو لا بريتش صافي اوكي قال لي خصني دابا نمشي للبيسمنت لاكاب كلاطه تا كلاطه هنا عقلوا معايا الدراري واحد الكلاطه هي هنايا اصلا كنظن كنلقاو واحد البلاصه عامره بالاسلحه فين خصني نمشي خصني نمشي للبيسمنت لتحت هنايا بري خصها نقتل هذا خلعتيني خلعتيني يا جبان كلوبان صافي شنو عندنا هنا والو نديرو نسمو شويه الهواء وندخلو نقتلو عباد الله نكملو I got you back Jack اجي ما عندكم فين تهربوا ولدي برايه واحده اخرى خصنا نديروا لها بريتش راه هنايا هنايا كاين واحد هنايا كنضرب هذا الجهه كاين 20 كيلو د الاسلحه هاي شوف شحال الاسلحه انا شوف اختار اللي بغيتي Scarecrow, photographed. Shepard, this is Ghost. No sign of Makarov. I repeat, no sign of Makarov. فري هنا يا كي الحين الحين الحين. هنا كي يمكن لي نعمر ها هادشي اللي باغيين. مزيان. Well, the quality of the intel is about to change. Okay. This safe house is a bloody gold mine. Copy that. Ghost, have your team collect everything you can for an operations playbook. Names, contacts, places, everything. We're already on it, sir. Makarov will have nowhere to run. That's the idea. Ghost. I'm bringing up an extraction force ETA 5 minutes. Get that intel. Okay. دابا هنا غادي غالبا غادي يقتحموا علينا هاد الدار داكشي علاش خصني نعمر ما بالقنابل وحده هنا I've got the front. Go. وحده هنا لا كاب تاو باش ما يطلعوناش من لاكاب حيت لاكاب راه بان لي محلول واحد الباب هنا وحده هنايا وحده هنايا هاد النار نعمر ما ضرب قنابل ندير وحيده هنا يلا زغبوا الله شي واحد ودخل من السرجم بغى يخرج ليا من هنا دغيا اجي لهنا وحيده هنا وحيده هنا يا اوكي اوكي عرفت انا خصني دابا خصني نكوبي داك المعلومات ديال ماكاروف في البي سي ديالنا حنايا اوكي هنا راه بغاو يتخبعوا هنايا صافي خويت درت القرطاس القنابل كاملين ديالي درتهم في الارض يلا اللي بغى يدخل دابا بواط ساوثرن بانلز هنايا ساوث ايست اوف ذا هاوس يعني الجنوب الشرقي ساوث ويست ساوث ويست نورث ويست ساوث ويست هنايا هاد الجهة هاهما اجي بالي شي واحد هنا قاعدين فيها الطيارة تشبك هنا راه ورا
ضيع ضيع ضيع. قنبوده قنبوده قنبوده. اه يا المغرب راني مخبى صاحبي. هذا صاحبي ولا ضدي هذا؟ شوف 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 خصني نبعد على القنابل حيت الا تفرقعت شي وحداك عليهم راه تقدر تقتلني حتى انا. غوست اجمي غوست انا هول عليك انا نتخبى فيك. سير يلا مزيان 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 هكاك حيت خصني بروتكت يعني خصني نحمي هاد يخ عنده بازوكا هذا. اوف هي تصاط يعني والله تصاط في هاد المهم. اوو اكيد دخلهم الجناب كاملين هاد الدراري ضربوا معنا. عمر عمر دغيا هاد الكادو. اوف نفتو مسكين. هو جاي هنا هو جاي من هنا هو جاي من هنا. يا ذاتس ا كيل. العشران يلا شنو ذا ويست شيت ويست هنايا. راه كي تفرقع هادشي هنا راه بغاو يضربوا لنا الدور. خلينا نطلع الفوق كنظن الفوق ما يوصلولوش يعني نطلع الفوق ونضربهم من ها. شو شوي شحال بيهم ولا شحال بيهم هنا. والله المغرب اغوست سكير كرو هذا ما عرفت فين هو اغوست. اغوست يمكن هنا ها هو اغوست. هضر معنا غوست اصاحبي. وي 4 دقائق مازال. خصني نرد البال لتعامر باش الا خوالي مشي كنجري نعمر. فران دور فران دور ها هو الباب الاول. اي صح عطوني بدا قنبول هاد الفلاش. شو 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 هذاك يشير عليه بازوكا. شنو هاد الشيء اصاحبي راه بداو يدخلوا علينا بزاف. سير هاو هاو تكوب هادشي العز صافي يلا هز. انا بطاج مي ملاكب ولا سير يلا 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 انا جاي. سير انا اندوز من هنا اجي. موت انت موت اصاحبي. هاو شو ولد الحرام مازال عايش. موت اصاحبي. سير يلا هرب هرب يا كلشي علق. خصنا نهربوا اصاحبي راه بزاف فيهم ما نقدروش عليهم.
جوست هذا. سير ولا ولا سير 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 الله اوه العز صحابني قتلوني ساعة البريه دي من كمال المهم. سير 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 اعطوني شي حاجة يل ولا 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 ايه جرني بالرجل ولا جرني انا كنضرب ياك يا راه العشره نوجدوا راسكم لواحد الخيانه عظمى يعني حرام شيبرد هنا كيقتل جوست وكيقتل حتى هذا اللي لاعبين به سميتو روتش. من اكبر الخيانات اللي تقدر تشوفهم في الالعاب الفيديو هي هذه. حرام هذا شيبرد هذا بالعاني خدا داك البي سي اللي فيه المعلومات على ماكاروف والصفقات ديالو حيت واحد الانفجار كان وقع في الجزء اللي داز باغي هو يلينكيه وباغي بحال اللي باغي هادشي لراسو وباغي ما يخلي حتى شي لوس اند الفوم ديال لوس اند يعني واحد الجوانب اللي ما مفينينش بحال هكا يعني خصو يقتل كلشي باش ما يفرشوش بالسر ديالو بهذا الفوم داكشي علاش قتلهم بجوج وخا هما معاه حرام اخي الفكت وبهذه المهمه غادي نقول لكم الله يعاون كيف كيبان لكم هاد لوس اندس هي اللي دابا ساليناها راه مازال موراها ثلاثه دي انمي اوف ماي انمي جاست لايك اول تايمز واند جيم يعني فهاد ثلاثه المهمات عاد كتكمل القصه كنلعبوا ب بسوب داك كابتن ماكتافيتش كيكون معنا كابتن برايس ومهم فات ثلاثه المهمات كنقتلوا هاد الشماته هذا ديال شيبرد اللي قتل روتش وغوست تا مزوينين هادي فيها الروينه بزاف مابغيش نديرها جاست لايك اول تايمز في افغانستان المهم زوينين عجبوني ولكن هادو اللي درس كنظن حسن غادي يكون هذا اخر فيديو غادي نسجلو على هذه اللعبه يعني ثلاثه في الحلقه اللي دازت وثلاثه دابا ويعطيونا فكره عامه على هذه اللعبه زوينه بزاف انا اللي كيلعب ليج وكنصحو يلعب هذه حيت في الثلاثيه ديال مودرن وارفير هذه هي احسن وحده فيهم كنقول اصلا هي اللي داروا لها الريماستر يعني الا بغيتي تلعب بجرافيكس زويون بحال هذا خصك ضروري تلعب هذا الجزء اما الاخرين مازال ما داروا لهم المهم شكرا على المشاهده نتقاشع ان شاء الله في فيديو واحد اخر مع لعبه مختلفه وشكرا يلا نتشوفوا راه الليل دابا ماشي بحالي